أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية على ما يتمتع به شعب مملكة البحرين من روح الألفة والتعاون بين أفراده، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشاد معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في الحفل الزواج الجماعي الذي أقامته جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية تحت رعاية معالي بمساء أمس بمبادرة الجمعية التي تعزز من تلاحم أبناء طائفتين الكريمتين وتنمي وشائج الأخوة والترابط بين أبنائه، مؤكدا أن هذه الفعاليات تعكس توجيهات القيادة الحكيمة نحو الحياة الاجتماعية القائمة على التآلف والتراحم والتي نهجها شعب البحرين الكريم منذ القدم. وقد شهد حفل الزواج الجماعي الذي أقيم تحت شعار تسكن إليها وضم 204 عرسان وعرائس من أبناء الطائفتين الكريمتين بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ وسعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الحسين العصفور ورئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور وسعادة محافظ المحافظة الشمالية السيد علي العصفور وعدد من النواب وكبار الشخصيات والمسؤولين وحشد كبير من المدعوين والمهنئين الذين توافدوا على منطقة الهملة لتقديم التهاني وتبركات العرسان وأهلهم. من جانبه أثنى رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور على هذه المبادرات الاجتماعية المتميزة التي تمثل عرسا وطنيا بامتياز وتزيد من تلاحم أبناء الطائفتين الكريمتين. كما عبر رئيس مجلس إدارة جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية حبيب عبد الرسول مبارك عن بالغ شكره وتقديره للجهات الداعمة وكبار الشخصيات التي حضرت الحفل في نسخته 11 وجميع المهنئين الذين توافدوا على نادي التضامن لتهنئة العرسان ومشاركتهم أفراحهم.